هل فعلا هناك تأثير قد يكون مزمن على الصحة بعد الإصابة بالكورونا والتشافي منها؟ نعم سيدي، خلصت العديد من الدراسات حول العالم أن هنالك ما يسمى بكورونا طويل الأمد أو متلازمة ما بعد التعافي وما بعد الإصابة بفيروس كورونا. وأحد هذه الأعراض التي تم دراستها بشكل مفصل الفترة الأخيرة هو التعب والإرهاق العام الذي يحدث بعد التعافي من فيروس كورونا. فقد خلصت دراسة بريطانية نشرت في مجلة نيو ساينس أن الأشخاص الذين يعانون من التعب والشعور بالإرهاق بعد المجهود أو في بعض الأحيان دون بذل أي مجهود، تشير هذه الدراسة إلى أنه تبين وجود خثرات دموية متناهية في الصغر يقل حجمها عن 200 ميكرومتر. تؤثر هذه على هؤلاء الأشخاص مما تجعلهم يشعرون بالإرهاق ويشعرون بصعوبة في التنفس ويشعرون ايضا بضبابيه في الذهن. فمن هذه الاعراض المهمه ايضا هو اضطرابات في النوم، فقد يحدث لدى هؤلاء الاشخاص حاله من الارق وايضا حاله من التعكر في المزاج والعديد من الاعراض التي تم ملاحظتها للاشخاص الذين تعافوا من كورونا بغض النظر عن الاصابه او حدتها. فقد تحدث هذه الاشخاص لدى اشخاص قد تكون اصابتهم او الاعراض التي حدثت لديهم لا تذكر. فايضا تشير هذه الدراسه الى ان حوالي 2.5 مليون شخص حول 2.5 مليون شخص في امريكا قد ذكروا ان لديهم تعب عام وارهاق بعد التعافي من فيروس كورونا. وايضا هنالك حوالي تقريبا 25% من الاعراض 25% من الاشخاص الذين تم تشخيصهم بمتلازمه ما بعد الإصابة يعانون من أعراض لها علاقة باضطرابات النوم. فهذا الأمر يحتاج إلى المزيد من التمحيص والمزيد من البحث للوقوف على الأسباب الدقيقة لهذه الحالة، وأيضا يحتاج طلب العون من الطبيب لأن هنالك العديد من الأعراض التي تتشابه مع أمراض أخرى، فلذلك يستدعي مراجعة الطبيب المختص في الأمراض التنفسية تحديد إذا ما كان هذا له علاقة بالإصابة بفيروس كورونا أو تداخلات بأمراض أخرى. نعم دكتور، إذا بدنا نحكي كل من تعرض إلى كورونا ممكن أنه يصيبه هذه المتلازمة، وكيف بدنا نكتشف إذا عنا هذه المتلازمة غير الأعراض؟ يعني هل يجب أن نقوم ببعض الفحوصات الطبية وهل هذا يسبب خطر على صحتنا؟ اولا سيدتي، هنالك العديد من الاعراض التي تصنف على انها اعراض متلازمه ما بعد الاصابه، ليس فقط التعب والارهاق العام، مثل السعال، الام في الصدر، صعوبه في التنفس، الام في المفاصل، ضبابيه التفكير، ضعف في التركيز وغيرها من هذه الاعراض. اذا فنحن نطلب من الاشخاص الذين اصيبوا بفيروس كورونا او المتعافين اذا استمرت لديهم هذه الأعراض لمدة تزيد عن أسبوعين فعليهم استشارة الطبيب المختص لأنها قد تكون لها علاقة بأمراض أخرى لكن تصادفت إصابتهم بفيروس كورونا في هذا الوقت. فلذلك يجب إجراء أولا مراجعة الطبيب لأخذ سيرة مرضية مطولة، إجراء الفحص السريري، ومن ثم إذا كان هنالك احتياج لإجراء بعض الفحوصات المخبرية والشعاعية لتشخيص مثل هذه الحالة. لكن نحن ننصح الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا ولديهم مثل هذه الأعراض أن يلتزموا بنظام غذائي جيد كالالتزام بتناول الخضار والفواكه، النوم لساعات كافية، فالنوم يساعد الجسم على إعادة ضبط جهاز المناعة والتخلص من العوامل الالتهابية التي لها علاقة بمثل هذه الأعراض، وأيضا ممارسة الرياضة كرياضة المشي والسباحة فهما لهم أثر كبير على صحة وسلامة جهاز المناعة والجهاز التنفسي أيضا.